السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اندلعت حرائق ضخمة في الغابات الكثيفة ضمن مقاطعة قرطبة في الأرجنتين، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النيران انتشرت بسرعة هائلة ووصلت بالقرب من منازل السكان في مدينة فيلا كارلوس باز السياحية، والتي يبلغ عدد سكانها 56,000 نسمة. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر النيران المشتعلة في الغابات التي تغطي الطلال المحيطة بالمدينة، والتي أدت إلى حدوث أضرار مادية في مجموعة من المنازل على أطرافها، ولم ترد إحصائيات توضح عدد المنازل المتضررة حتى اللحظة، كما تظهر مشاهد أخرى تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة. وعلى الفور قامت السلطات المحلية بنشر عدد كبير من رجال الإطفاء في الأماكن المتاخمة للمناطق المأهولة، ووثقت الكاميرات جهوداً كبيرة يقومون بها بمساندة العديد من أهالي المنطقة لمحاولة منع ألسنة اللهب من الوصول إلى الأحياء السكنية. في نفس الوقت يعمل عدد كبير من عناصر الدفاع المدني على نقل المواطنين من أحياء المدينة المتضررة باتجاه المناطق الآمنة. وقد ذكرت الحكومة المحلية أنها أرسلت العديد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمياه ومواد إغاثية عاجلة تتضمن أغطية وفرشاة للسكان الذين خرجوا من بيوتهم. وقد طلب حاكم المدينة من الناس أن يحترموا التعليمات التي يوجهها لهم رجال الإطفاء وأفراد الفرق التي تعمل في أماكن اشتعال النيران، وشدد على ضرورة إخلاء المنازل في حال طلب منهم ذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا لوقوع أي إصابات. الخدمة الوطنية لإدارة الحرائق في البلاد ذكرت أن 5 حرائق كبيرة اندلعت في غابات المنطقة يوم أمس الثلاثاء، وكان هناك أمل بأن تساعد الأمطار صباح اليوم على التخفيف من حدة النيران، لكن الرياح الشديدة ساعدت على انتشارها بسرعة. الجدير بالذكر أن العام الحالي شهد وقوع عدد كبير من الحرائق في مختلف أنحاء العالم، كان آخرها في غابات كندا وأستراليا، كما إن دول حوض البحر المتوسط شهدت أعنف حرائق في القرن 21. ويقول خبراء المناخ أن الاحتباس الحراري هو السبب الرئيسي في انتشار الحرائق وازدياد الجفاف. على الناحية الأخرى فهو المسبب الأساسي لازدياد قوة المنخفضات والعواصف والأعاصير حول العالم.